هل قداس نتذكر بشكل خاص المرحوم الأب صلاح هادي خدور اللي توفى امبارحة، لكن أيضا نصلي من أجل مصابينا بوباء كورونا المطرانين باسيليوس وروبرت والأخوات عفاف وحبيبة ودميانا. كان لنا بمثابة صدمة الوفاة، يعني كنا نحن دا نستعد لرسامة المطران الجديد فيليكس، وهيك بالظهيرة يعني عرفنا خبر وفاة أبونا صلاح. يعني ما حد منا كان متوقع هذا الشيء، لأنه يعني كثير ناس ينصابون بالوباء، لكن 95 وأكثر يطيبون. يعني شيء كثير محزن بالنسبة لنا، لأنه تعودنا على أبونا صلاح، وكان بالقداس هيك بشكل احتفالي يقرأ الإنجيل بصوت عالي هيك ومرتب يعني. وأيضا بالبيت كان نعيش معانا كل هالفترة، تعرفنا علينا عن قرب يعني. هو شخص مسكين بسيط مطيع مصلي يعني، دائما المذبحة بإيده، إن كان الصبح وإن كان الظهر وإن كان المساء. كثير مرات قبل ما نجي للكنيسة هو موجود بيها وبيده المذبحة. يعني هو شخص أيضا ما معقد، منشرح يعني، عنده نكتة وهيك يعني. كثير من الناحية الاجتماعية يعني هو كثير اجتماعي. لكن هناك نقطة كثير مهمة، أنه بهالفترة عمله بالبطريركية تغير هذا أبونا يعني، وطور ذاته من خلال المطالعة بالباتريركية هون، وأيضا حتى تعامله مع المراجعين. يعني كثير استفاد من وجوده هيك معانا. هذا يعني أنه الإنسان بمقدوره أن يتغير لمن يريد. هذا ما متعلق لا بالعمر أبدا ولا بأي شيء، لكن متعلق هو بإرادته يعني. يعني أتمنى يعني هيك أنه كهنتنا أيضا يتعلمون هيك أنه يطوروا ذاتهم، وأيضا يغيروا بعض الأشياء. يعني هذه طبيعة مرات نحن هيك تعلمنا عليها، بس أيضا ممكن أنه هيك نغيرها. يعني أنا كثير أركز أيضا على التنشئة بالسيمينير. مرات السيمينير أيضا تنشئة ناقصة يعني، وما بل ما يعني تاخذ كل هالجوانب التنشئة. ما يكفي انه يتعلم طقس وانه يتعلم لاهوت وفلسفة شوية، لكن اكثر يعني هو تنشئة، هو صقل للذات. يتعلم انه كيف يقرأ، كيف يحلل، كيف يتعلم، كيف يعيش علاقات الإنسانية، كيف أيضا يصلي، ما يعمل يعني رتب وهيك ممارسات شكلية، لكن أنه هيك يعيش يعني. يعني أكون يعني كثير أو بعض يعني كهنتنا وحتى مطارتنا من صاروا كهنة أو مطارين ما يفتحون كتاب يعني. هذا الشون يعني، ما أريد أعرف الشون يعني. يعني هذا يعني شيء كثير مؤسف. كيف يعني واحد يقدر أنه يعني يواكب أيضا كل هالأشياء اللي كي تحصل بعالمنا يعني.
يعني نحن هون بالباتريركية نعيش كعائلة واحدة، نحن يعني رجال الدين ومع أخواتنا ومع أيضا حتى الحمايات والحراسات، كثير جو أخوي يعني بكل هيك بساطة. هيك يعني بصراحة نحن ما نعرف شلون هذا العدو غير المنظور والفتاك اخترقنا وباغتنا هيك هالفترة الأشهر يعني اللي بدأ بينه من آذار، ونحن يعني ملتزمين بالإجراءات الوقائية، يعني ما في شلون دخل من جابه من وين راح، يعني هذا هم يبقى هيك سر يعني مع الأسف ما كثير هيك نعرفه. يعني حتى بهذا الجو العائلي بدو المطرانين والرهبات، وأيضا أحيانا أبونا يعني يطلعوا من الانعزال، لعب يعني كرة السلة أو الريشة هيك، ومرات أيضا الرياضة إن كان بالبيسيكل يعني. بس أنا أول واحد دفعت الثمن هالكورونا لما وقعت ومكسر كتفي، وبسبب يعني بسبب الحجر يعني شو تسوي يعني. أبونا صلاح يعني سبقنا هيك بسرعة إلى الله الآب، نطلب له الراحة الدائمة يعني. بالمناسبة كثير أشكر أهله اللي ما قصروا معانه وهيك تابعونه يعني، وأنا أقدم لهم كل العزاء والسلوان يعني. أتمنى أنه أيضا هي يحافظوا على إيمانهم وأيضا على تعلقهم بالكنيسة مثل ما كان أبونا صلاح ابن الكنيسة، ويشعر أنه حياته أيضا هي الكنيسة يعني. وهذا النص أو النصوص اللي انقرت كثير تنطينا الرجاء وهال القوة أنه نحن نستمر ونعيش إيماننا ورجائنا مهما كانت الظروف. بعدين يعني ما نعطي كثير أهمية لأخطائنا، وهيك تسكر لنا الطريق يعني. يعني الأخطاء الما مقصودة هي نوعا ما طبيعية، هي يعني منهم ما يغلط يعني، بس المهم أنه الإنسان يعترف ويندم عليها، وأنه ما يكون هيك شيء متعمد يمسك بقلبه حقد وضغينة وروح الانتقام، هذا هو الخطيئة. أما أنه واحد يغلط يعني بهذا، بس يكون هالمقدرة على الاعتراف بالخطأ وقبول الخطأ وأيضا التغيير يعني. هاي هي حياتنا. ولهذا يقول يسوع من يحفظ كلامي أنه ما يرى الموت أبدا، يعني هذا هو هذا الموت، ما يشوف الموت الأبدي أو موت النعمة، موت العلاقة معانه. أما الموت الطبيعي كلتنا راح نموت يعني. فالراحة الدائمة أعطه يا رب، ونورك الأبدي ليشرق عليه.